واحده سيده سي جمال اللي قالت ان عندها مشكل ديال صبغه الشعر تشيب. حنا كنا درجناها في عدد من المرات هذه الوصفه هذه ولكن بغاتها ماشي وعندها مشكل. كذلك حساسيه في الذات. ماشي مشكل. الور هاد السيده انا البارح شفتها شعرها ناشف، اولا جاف ناشف، دارت صباغه شيميك. قلنا الصباغه الشيميك فيها لي زوكسيدون اللي تياكلوا الجلده يتكرفسوا على الجلده وسبب رئيسي تساقط الشعر. ما ننساوش الصباغه الشيميك راه لا فاتوا غير بخمسه وسته ثواني خرجوا على شعرهم وبدا تساقط الشعر. خاص الوقت محدد احترام الوقت. غالبا اللي خاصو يدير الدواء خاصو يكون ذو اختصاص. ومنين يبدا؟ واش يبدا من الجبهه ولا يبدا من الكفه؟ اللي كلهم تيبداو من الجبهه هذاك خطا كبير. حتى لا داروا شي خطا اللهم يطيح من الكفه من جهه عنقهم من اللور ما باينش ولا يقراوا من القدام. حتى دونك حتى الصباغه راه عندها قوانين ديالها. من الافضل ما نتلعبوش بهذه القضيه ونديروها في علاش؟ بوحدنا ونقولوا حنا كنقتصدوا. نسال في هذه المسائل هذه ما تهمش. مثال بسيط تنقتصدوا 100 درهم ولا 200 درهم وتنخلصوا 15000 20 30 40000 وما تلقاوش نتيجه. اللهم من الاول الحمايه ديالهم احسن لهم. لا مشاو عندو اختصاص راه غايدير لهم الصباغه وكيف خاصها تكون الصباغه وفي الوقت محدد ولا فات غير خمسه ثواني دار خطا. والاحترام من المعايير المضبوطه يعني العباره هو معلوم. الور مثال بسيط السيده اللي لقيناها البارح انا وياك نازلين لقينا السيده طلباتنا وراتنا شعرها شويه ياك. اولا الزغبه ناشفه. كيف ناشفه؟ الصباغه تتنشف الشعر غتهرسو غتشوكو وتهرسو داكشي اللي عند الاخت وما عطاتها شي نتيجه. هاد السيده اول حاجه خصنا نبداو ليها نرطبوا ليها الزغبه نيدموها ليها شويه. علاش؟ حيت راها ناشفه ولا دارت اي صباغه طبيعيه ولا شيميك مازال تزيد تاثر عليها وتهرس لها الزغبه وتشوكها بلوس وتقرعها وطيح لها شويه. هي محتاجه ان الزغبه ديالها ترطب على الاقل. اول حاجه واحد ثلاث ايام الاولانيه خاصها تاخذ واحد الخليط ديال الزيوت. مثال بسيط راه قلنا هذا شحال من خطره. الزيت البلديه زيت زيتون ياك. الزيت ديال لينوا ديال القرقع. زيت اللوز. زيت ارغان. زيت السمسم زريعه السمسم الجلجلان لي غران دو سيزام. التخليطه ديال هاد الخمسه الزيوت ماشي مهم يكونوا بخمسه غير جوج فيهم الكفايه وتشقق شعرها وتعمر وتيدمو بصح ماشي غير دير شويه تقرم تيدمو مزيان وتحزم شعرها. نفضل انا تاخذ ملي غتحزم شعرها ما تحزموش فولار غيشرب. دير ان فيلم دير بلاستيك. البلاستيك اليمونتير تيجمع الشعر مزيان وكل شيء تيحزم ما يخليش ينزل يكولي وداك الشيء كامل. دير هاد البلاستيك اليمونتير دير فولار تجيب واحد السيشوار ومن بعد ما تقربش من بعد سخن شعرها شويه باش يتحلوا المسام حتى داك الزيت غتنفذ غتعاونهم حتى ديك الزيت حتى في ايقاف تساقط الشعر. كل ليله تبيت شعرها حتى الغد. من المستحسن ما تغسلش مده 3 ايام. هاد السيده اليوم ندير الزيت وغدا ندير الزيت وبغيت غدا ندير الزيت وعاد باش نغسل غتخرج الزغبه رطبه. راه التجربه هي ام العلوم. راه دائما تنقولوها راه كل واحد واش يقول شي يقول لك ممنوع دير الزيت كل واحد واش يقول. انا ميم الزغبه ميدمه الاغلبيه ديال 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 الديرماتولوج يقول لهم ما ديروش زيت راه غتزيد تكرفس عليكم. اختي التجربه ام العلوم. داكشي الزيت بالنسبه لي انا وراه قلتها سي ان مويان دو ترونسبور كار تاكسي اللي ركبت فيه تيوصلوا لي البلاصه اللي بغيت. دونك الزيت لو ميور ايدراتون تتموت عليه الجلده تيشرب تينفد واللي هزيت فيه تيدخلوا ليا. اول حاجه هاد السيده تبدا بالترطيبه ديال الزيت مده 3 ايام. حيدنا هاد الترطيبه غسلات شعرها راه نقي راه فن. تنفسوا تخليه ما دير والو النهار الرابع ما دير والو النهار الخامس تبدا. بغات نوع ديال الصباغه طبيعيه. الو راه قلنا الصباغه الطبيعيه ما عمرها تعطي نتيجه من النهار الاول الخطره الاولى خاصنا نستعملوها ثلاثه حتى اربعه الخطرات باش تعطينا النتيجه المستحبه اللي بغينا حنا. درق لنا الشيب هذه علاش صابغه باش درك الشيب باش درك الشيب. الو عطينا شحال من الوصفه. الو دابا غنعطي وصفه بين لو شاتان كلير دوري وبين لو نوار. دونك سي ان شاتان كي ان بو فونسي سي ان شاتان شوكولا غالبا. طيب باش نعطيو فرصه للسيدات والعيالات ياخذوا ورقه وستيل ويقيدوا معنا هاد المكونات. قلنا لي صباغه الشعر اللي غتعطينا اللون بني مفتوح. غادي ناخذوا بطبيعه الحال الوصفه كامله هي وصفه ديال صباغه الشعر ياك وازاله الشيب. قلنا غادي تعطي البني المفتوح او البني الغامق ياك ما بين شاتان كلير وشاتان دور. غنفتحوش واخا يلا بسم الله.
غنبداو المقدار غناخذوه على حساب ديال جوج معالق كاع في العقاقير اللي غنذكروها دابا. نبداو بالحنه هي الاولانيه، جوج معالق ديال الحنه غنديروها في شي جبانيه كاسرونه اللي بغينا. الور الحنه، الريحان، العفصه، خلي الناس يكتبوا يكتبوا. مريوت، ورق ديال القرقع، السواك، قشور ديال الرمان، الرميمينة، نوارة الرمان، بابونج، العفصة، السالمية. غنزيدوا عليها هاد العصير او المياه لي لوسيون غنزيدوا عليها. عندنا الشاي، اتاي، عصير خيزو، الحامض او خل التفاح، تخيروا اللي بغاو. مثال بسيط، ربع كاس ربع كاس ربع ربع كاس من هاد العصير او من هاد المياه او من هاد لي لوسيون. غنشدوا المسحوق اللي خلطنا النوبه الاولى بالاعشاب اللي ذكرناها، غنقسموا على نص، النص الاولاني غنشدوه نلوحوه في كاسرونه غنزيدوا عليه الماء. مثال بسيط، زدنا يطرود الماء نبقاو نغليه تتبقى رابعه الماء، دونك على شكل مركز. غنصفيوه مزيان، نهزوا داك الماء ديالو اللي مركز، نسقيو به ديك البودره، نص البودره اللي بقات، نزيدوا عليها العصير ديال الاخرين، الكل على شكل كريمه. مثال بسيط، زاد جاني شويه جاري، نزيدوا البودره، نكونوا عاوتاني نفس المقادير ديال البودره ونزيدوا عليها تردوا على شكل كريمه. نخليه يخمر، نخليه نرقدوه، نخليه واحد ساعه ساعه ونص، كل ما خليناه كل ما تيطلق كل ما تيطلق حسن. بغينا نديروا الخدمه الواعره نديروا على شكل حمام مريم. يطلق مزيان وتربحوا الوقت تناخذوا ان كونسونطري. نشقوا شعرنا. شي باس ما كاين على حسب، لكن الزغبه ميدمه بلا ما نزيدوا الزيت. كانت عاديه او جافه نزيد واحد المعلقه ديال الزيت اللي بغيتوا، اي زيت. ما حسك الا درتوا الخليط ديال الزيت الخمسه الزيوت اللي هضرنا عليها بشويه. نخلطوا على شكل كريمه، نشقوا شعرنا، نحزموا. نخليه ثلاثة أربعة حتى الخمسة السوايع ماكسيموم. نغسلو. الغد نعاودو نفس الشكل، البخت غد نعاودو نفس الشكل. أنا نفضل دائما نهار إيه نهار لا، نريحو الزغبة شوية. في ديك الساعة غياخدو اللون المستحب اللي بغاو. نتوما في حد ذاتكم غنقول لكم دابا الأعشاب اللي تتعطي اللون كحل والأعشاب اللي تتعطي اللون بني. أشقر ولا بني ولا أو اللي كتفتح اللون. فوالا الاعشاب اللي تتكحل اللي تتعطي اللون الاسود. عندنا لو نوي، الورق ديال القرقع، القشور اللحاف ديال شجره القرقع اللي هو السواك. عندنا السالميه، عندنا مريوت، عندنا الريحان، عندنا العفصه. راه كاينه وصفه سهله، 50% ديال العصفه 50% ديال الحنه تتعطينا اللون كحل. وما تنساوش العصفه لا نوا دو كال، راه هي لا كول دو لا كولور، هي الكولا ديال اللون، باش كتثبت اللون باش كيبقى قابض. الور الاعشاب اللي تعطيو اللون اشقر، بيان سور لا كامومي هي الاولانيه، بابونج، قشور دريا الرمان، الرميمينه، الخل، بخل التفاح، الحامض، الشاي، خيزو، عصير خيزو، هادو تعطيو اللون اشقر. خلطنا الاسود مع الاشقر مع لو شاتان كلير، يعطينا ان شاتان. سا ديبون على الدوزاج، كل ما زدنا في الدوزاج مثال بسيط ديال الاعشاب الملونه اللي تتعطينا اللون الاسود، كنا غمقنا. كل ما كثرنا الاعشاب اللي تتعطينا اللون الاشقر، كل ما حلينا الزغبه. ما تنساوش راه قلنا شحال من خطره لاسيوس ديال لي ستار، علاش ديك الزغبه تتبارك، علاش داك الشعر غير بوحدو تيتبارك. اخر حاجه الماء باش نغسلو، تنشلو شعرنا، تنزيدو فيه شويه ديال الحامض او خل التفاح، تيخلي الزغبه ممتازه واللي تحميها.
هنا جبدنا مثال بسيط، دابا جبدنا خل التفاح، عندنا القشره راه خل التفاح بوحدو تيحيد القشره، خل التفاح بمري وترحمه دقه بطله، خل التفاح بالزعتر حتى هو دقه بطله، خل التفاح بالسالميه حتى هو دقه بطله. دونك عندنا حوايج اللي غنديرو بسهوله، مريوت راه هي رقم واحده باش تحيد لنا القشره، حتى لا ما لقيناش ما لقيناش راه غير الخل بوحدو فيه الكفايه. نفس الوصفه الخل والاعشاب اللي ذكرنا دابا، راه لا عندنا شي طفح جلدي راه تيعطي قتله. نفس الوصفه اللي ذكرنا دابا، لا عندنا الحبوب راه تيعطيهم قتله وتحيدهم بالزربه. هذا الجواب الاول ديال السيده. بالنسبه للمريوت سي شمال يعني قلنا كتعطي اللون شويه كحل كحل جوست، الا درناها مع خل التفاح والشعر ديالنا كان مفتوح كان اشقر مثلا، تقدر تعطي نفس اللون؟ خل التفاح تيحل كلشي، اذا ما نخافوش على اللون. ما غنخافوش على اللون. الور هذه الاولانيه، السيده قالت لك عندها حساسيه في ذاتها. الور الحساسيه راه عطيناها شحال من خطره، عطينا الاعشاب ديالها اللي هما شنو هما؟ ساهلين، عندنا النخالة ديال القمح، عندنا الخرطال، وعندنا خزامة. لا شديناهم وتبخناهم مزيان على شكل مركز وصفيناهم ودرناهم في بانيو بينوار، زدنا الماء سخون الماء بارد، وغير دخلنا تكينا في هذاك الماء، ما حكينا ما درنا والو، تنخرجوا بلا حكة بلا حتى حاجة. نقدروا نزيدوا في نفس الماء الملحة، جوج ثلاثة كيلو د الملحة، ندخلوا نتكاو بالأحرى لا درنا الماء د البحر أونكور أحسن، زدنا جوج بوديزات خمسة يترو أو ثلاثة أونكور ميو. هذاك هذه طريقة سهلة باش نحيدوا الحكه البريوريت داكشي كامل ونوع الحساسيه. ولكن هذه السيده راه البريزونت راه عندنا عندها حساسيه من سونسيبيليتي لي زانغريديون كي المونش حوايج تاكلهم، عندها اصلا الجسم ديالها ما تيستحملش شي حوايج، هنا ما عندنا ما نديرو، خاصها تتفادى هذا النوع ديال الماكولات اللي تيسبوا لها هذه الحساسيه. استشر مع الطبيب ديالك. كنا قلنا قبل بلاتي الحساسيه تتعطينا مشكل، مثال بسيط كاين اللي تيضل يحك مسكين النهار كامل. بعض الناس عندهم حساسيه الحريقه، لا قاسوا الحريقه قالت تعطينا بريوريت ذاتهم كامل كل شيء والحكه وكل شيء. قلنا العلم الحديث تنبداو بشويه بشويه يعطيو الناس، حيت مشكل الحساسيه ذات خاصها تعود على هذا النوع ديال 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 العشوب ولا ديال الماكله اللي تتبريزيت تسبب هذا النوع الحساسيه، تسبب هذه الحساسيه. دونك تيبداو يعطيهم بشويه بشويه غير بشويه باش ذات تتولف.